احلى مؤسسة المولى الفرقة المدرعة احمد سالم فنان نوري نافولي الاحلى عريسنا محمد فارس المطواحي يعني حمودي مدقدق وعيونه سعودي سنجعلها حرب لا مثيل لها احلى ابو سند منور بيت حبابة حمود العريس الساحل يعني ابو ليل ابو ليل تامر السعيد ابن حبابة ابو شعلان وابو دومان والمحمود ابن ابو دومان الله حيهم احلى عيون عيون بارق المطواحي يعني احلى بارق احلى بارق وعاشو يا با يا با يا با يا با يا با يا با اوف يا يا با مثل الوردة الجورية اللي منجمها سوالف نوري حلوة ويلعب دمها الله الله احلى عيون اولاد خلف النوري البيت الياس الشيخ ابو مثنى العاشرة شاف الجنة العرسان احلى حضور عباس المطواحي للعرسان الله حيهم البيت الياس الجميع بيت الياس الله حيهم مثل الوردة الجورية اللي بنجمها سوالف نور حلوة ويلعب دمها الف الف حمودي يعني عهود المطواحية المولى يعني المطوحة يعني بيت اسباب يعني احلى عريس حمود الغالي يعني البيت اسباب الله العهودة الف هلا بعهود يابا 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 مثل الوردة الجورية اللي بنجمها سوالف نوري حلوة ويلعب دمها الله حي المطوحة نوره وصحيح اللي يمدح روحه ويعني ذمها بس اللي يطلع من حقها بي لا تلومون اني نورا نفولي تسمعون لو انت تشعر بخبرة وهزيت وطارق لا يطلع بيدي اخذ ولف الحديدي تعرف لا يطلع بيدي اخذ ولف الحديدي واحلف بعد مريدي وصفي كل اللي احلى محمود بن ابو دوان احلى محمود بالعالم يعني من محمود بن ابو دوان مؤسسة المولى والفرقة المدرعة احمد سالم محمود بن ابو دوان الأحلى حضور شرفتونا للمضاوحة نوافله أقعد كل الحديدين بدون استثناء من محمود بن أبو دومان لعيون أبو دومان الغالي يعني أحلى ولد أبو دومان ونورتونا أحلى تحية البارك وعاشوا احلى عيون الاحلى عريس حمود الغالي وبعد يعني عرب رحمن ابو ياسر ابو ياسر عرب رحمن فردا فردا عرب رحمن عرب رحمن عرب سباب عرب الياس الله حي عرب سباب وعرب الياس وحيو احنا بشار غريب بنوري نافولي خاص الله حي عرب غريب يا با يا با يا با يا با من يسمعك لو قلت مظلوم يا مظلوم محمود بن ابو دامان بس الظلم يفهمك يا بارق المطواحي وصاحبك اليوم وين عيون ولد ابو دامان
خبزك ما غزر بيهم نكرة مالح وانت الوف المخلص يا ابن ابو صالح. احلى عيون الولد ابو دومان ابو دومان ابو دومان الولد ابو دومان لعيون صالح ابن ابو دومان صالح ابن ابو دومان احلى صالح احلى ابو دومان احلى محمود وصالح شيخ الدنيا ابو دومان ونعم. خبزك ما غزر بيهم نكرة مالح وانت الوفا المخلص يا ابن ابو صالح. الله حي المطوحة نورهم الخانوك كان وعدهم مصالح غدرة وحبك مو هالوقت من زمان. احلى عيون يعني المطوحة المطوحة القمامرة القمامرة وللحضور للمطوحة القمامرة لكل الحضور للعريس حمود الغالي والفنان ورينا فول ونعم منك. اها وانت الغالي وترخص لك عيون السود يا فارغ. الله حي محمود يعني ابن ابو صالح وابن ابو دمر الله حيهم. انت الغالي وترخص لك عيون السود يا فارغ ويا ابن ابو صالح يا محمود يعني الحديدين حديدين عرب ولا خلص عرب ولا خلص عرب ولا خلص عرب غريب عرب غريب عرب غريب ابو نواف الشيخ ابو نواف نعم ابن ابو نواف استاذ جميل يستاهل التحيه الف تحيه استاذ جميل والمانع ابو زينه والعرب الخرس والخضير المطواحي المطوحه لعيون عرب غريب احمد الغريب ابو شهاب الغالي والستار الغريب والبشار الغريب الله يا عرب غريب نوروا. بدر وبحبك هم وكلنا احنا الشود الله يعينك عليهم يا ابو الوجدان. الله الله يا هل هشقد ظلمتوها يا هل انطيتوها العفين والعفن ذلة تعاني من جرحها وتشكل الناس والناس التواسية تملها لا يا هل قامت تبكي وكل العالم شافوها لابن عمها لمن قوا زفوها. الله الله قامت تبكي وكل العالم شافوها لابن عمها لمن قوا زفوها. المسكين مضرة حتى عافوها للما ردت للما رادت تغصبها وحظها فان يعرب لو يطلع بيدي اخذ ولفي الحديدي واحلف بعد ما ريدي اوصف في كل النيه العود شدهم شايل من يجدح نار وخارق حارق انا عرفوا غالينا الاسم وبارق. الله حي بارق المطواحي منور يعني المطوح البارق بعيون بارق بارق المطواحي ابو سيف ابو سيف احمد احمد محمود محمود عرب غريب احلى عرب غريب عرب غريب استاذ جميل احلى استاذ جميل بالعالم لابو دومان الغالي لابو نواف ولابو شعلان المطاوحة لكل الحضور نوروا لابو نواف الحديدين أمجد الحديدي أمجد الحديدي نور أيوه.
عفنه من يذبح يعني خارق حارق ما نعرفه غالينا الاسم مبارك يعني عيون عبد المحمود يعني علوان الشيخ علوان ولابو نواف الشيخ ونعم وحبك حبك قلبي لحبك من العالم سارق والله ونعم من عندك يا ابو دومان محمود ابن ابو دومان نور راس الدبشة محمد سعيد محمد سعيد بارق المطواحي العريس يعني عرب رحمن عرب رحمن عرب رحمن العرب الياس يعني عرب رحمن العرب الياس الله حيهم يعني من نوري نافولي ومن بارق المطواحي لعيون ابو سند الجبوري شرفتنا عبد الحداد ارقى حداد بالعالم يعني اصنان الله حي الطي شرفتونا ونورتونا الله حي الطي يعني من بارق لابو مصطفى يعني ارقى ملاكم بالعالم قرايب محمد علي كلاي الله حي منور عباس المطواحي لأهل كركوك أهل كفروك نوروا ولأهل كركوك لعيون نوري نافولي لعيون أبو محمد الغالي أحلى زيدان البرنو يعني منور تدبج بالدبشة وما بين اسماع ارفع رجلك لي فوق طبها بالقاع الله الله لما تدبج بالدبشة وما بين اسماع ارفع رجلك لي فوق طبها بالقاع حجة طلع خلي ما شايف يشوف خبر عاجل وبسرعة ضو لما